هيدي وصفة البامية المقلية ومطفاية بالثوم والليمون والكزبرة الخضراء مع فلفل حار مقلي، ولا في أطيب منها تغميس بالخبز كطبق مقبلات جانبية. هيدي حبات البامية اللي لقيتها قاسية وطويل شوي، منقطعها بالنص بهيدي الطريقة لجزئين، واللي الطويلة بتقطعوها لحبتين بهيدي الطريقة. شوفوا كيف قطعتهم. هلأ رح غسلهم وصفيهم وقليهم. هلأ بدأت أقلي البامية بزيت سخن وغمير لتستوي عندي البامية. بشيلها بحطها بمصفاي، وبنفس الزيت بقلي فلفل أخضر حار كميته على ذوقكم. فرمت حبة ونص، خليت حبة ونص للوش يلي بده بيفرم بصحنه أو بياخد منه. حطيت الفلفل على البامية وحطيت نص معلقة صغيرة ثوم مهروس، ضفت رشة فلفل أسود. هلأ رح ضيف عصير شي حبتين ونص ليمون، قديش بتحبوا ليمون ضيفه. رح حط عليها الملح، رح حط ضمة كزبرة خضراء فرمتها خشني بهيدي الطريقة. رح ضيف عليها نص معلقة صغيرة كمون، حطيت نص بصلة بيضة مقطعة شرايح وبخلطهم سوا. 3/4 معلقة صغيرة من السماء وبخلطهم، بحطهم بصحن التقديم وبحط على الوش الفلفل يلي أنا ما فرمته. يلي بده بيقطع منه بحطه بصحنه مع ذرة بسيطة من السماء، وقدمتها مع أطباق كلها مقبلات تعتبر سخنة بتتاكل تغميس بالخبز، من مفسخ الباذنجان للبامية بالزيت للزهرة بطحينية مطفية بطحينية مع رشة البقدونس باللبن الروب وتقلية الصنوبر. ولا في أطيب منهم، كلها مقبلات سخنة جانبية فيها تكون كمان وجبة غدا لإلنا منغمسهم بالخبز. هيدي البامية بالزيت وهيدي الزهرة المطفاية بالطحينية مع اللبن الروب، حط عليها صنوبر مقلي وبقدونس، ما في أسهل منها وما في أطيب منها. وهيدي البامية المطفاية بالثوم والليمون والكزبرة الخضراء المقلية، وهيدا مفسخ الباذنجان، باذنجان مقلي كمان ومنغمسه بصلصة دبس رمان وليمون، ونحط عليه جوز ورمان، وبيتقدم تغميس بالخبز. لأي حدا بحب هيدي الوصفات النباتية تجربوه، هيدي الأطباق كتير طيبة، وبالشتوية بيكون إلها طعم تاني لما نغمسها بالخبز مع زيتون وفجل وبصل أخضر ولا أطيب.